السلام عليكم، الاسم كان مصطفى. عليكم السلام، محمد جمالي، امين المكتب الجهوي لجهه الدار البيضاء من سليمان، رئيس النادي البلدي فرع القنص والرمايه بمدينه المحمديه، وفي نفس الوقت رامي وقناص. البادره اللي قمت بها مصالح الدرك الملكي، بالضبط دقاق البنادق. اولا شكرا، تنبغي نشكر هذا المنبر اللي هو جريده محمديه بريس. احنا كقناصة ديال مدينه المحمديه جينا نلبيو هذه الدعوه اللي قامت بها الجهات، اللي هي الدرك الملكي بمدينه المحمديه. اللي احنا فعلنا هو هذه العمليه، هي اخذ بصمات الزناد البنادق وليكانو دو فوزي. هاد العمليه هي احنا تنشوفها اولا هي بالدرجه الاولى لصالح الوطن ولصالح البلد. المساله الثانيه هي لصالح القناص، لان تيبقى واحد العدد ديال الحويجات وتتمسح في القناص، ملي تنشوفوا القناص بريء من اي مشكل تيوقع في سميتو، اللهم الا كانت بعض الحوادث اللي هي تتكون عن طريق الخطا. اما بغيت نرجع، لان هاد كما قلت في مصلحه القناصه، لان القناصه كما قلت تيطيح في واحد العدد ديال الحويجات. دونك هاد العمليه هذه تتبين بالضبط شكون الخرطوشه اللي خرجت من البندقيه. السلام عليكم. السي حناوي محمد، عضو في النادي البلدي وقناص من القناصه ديال المحمديه. انا هذه العمليه اللي كتسالوا عليها هي عمليه وطنيه، نقدر نقولوا روتينيه، ربما، ولكن من الاحسن يكونوا معروفين الان على كل قناص باش يكون رد البال ديالو. نعم، ما يخليش خصوصا اللي ما نسميوه القرطاس غير مليوح، لانه عاد مسؤول عليه. لان ممكن تلقى الان رصاصه او الخاوي ديال القرطاس مرمي، راه يعرفوا مولاه. لا، غير تعرف مولاه. هذه هي العمليه، هذا هو النتيجه ديالها، هي هذه. ولكن انا اللي نقدر نشير ليه، وهو انا كنطلب من السلطات اللي متعلقه بهذا الشيء ديال القنص باش يحاربوا كذلك البنادق اللي ما عندها اوراقش، اللي هي في الباديه وكثيره عند الناس ومخزونه وما عندها لا اوراق لا حتى شي حاجه. فانا هذه هو اللي خاصو التقنين وخاصو يبحثوا عليه. واول شيء، لان بزاف الناس اللي غادي يتهربوا عليه، المقدمين كلهم عارفينهم هذه المسائل كلها. بوسطاش محمد، رئيس جمعيه مدينه الزهور القنص والرمايه وحمايه البيئه المحمديه. على وقع هاد الزغاريد هذه اللي حصلت هنايا في سير بيجو، يعني كيشتو هاد البادره اللي قامت بها مصالح الدرك الملكي؟ هي بادره جيده، مع العلم بان كانت تكون مدى وقت بعيد، طويله، لان بادره هذه ديال مراقبه السلاح ورقم السلاح واثبات الدقاق بعينات ممتازه من طرف الخبره والخبراء ديال الدرك الملكي التقنيين، فهذه مبادره مزيانه ومتفوقه، صالحه للقناص وصالحه لحمايه القناص، لانه كيحمل الاسلحه، وهذه الاسلحه خصنا نعرفوا المصدر ديالها منين، ولكن مسائل اللي هي قانونيه. كريم مصطفى. صمدي عبد العزيز، رئيس جمعيه السهام للقنص ومخار وخليفه ديال السي جمالي ديال النادي البلدي. اذا الاضافه اللي عندك في هاد انا كنشكر اولا على هاد الجدرميه اللي تكلفوا بهاد المبادره، كنشكرهم بزاف. وداك الشيء اللي قال السي جمالي واللي كان السي الحناوي راه كافي.